ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مستر محمد سعيد بلطيف، مدرس الدراسات الاجتماعية المرحلة الإعدادية برنامج الحس. إن شاء الله النهارده هنشرح جزء من جغرافيا التدريس الصف الثاني الإعدادي. عندنا الوحدة الأولى الدرس الثالث. طبعا زي ما أنتم شايفين على السبورة، الوحدة عنوانها وطنونا الإيه؟ العربية. الدرس المناخ والنبات الطبيعي في الوطن العربي. طبعا في البدايه لازم نعرف يعني ايه كلمه مناخ، وبعد كده نشوف العوامل اللي اثرت في مناخ الوطن العربي. المناخ، طبعا مفهوم المناخ بيختلف عن مفهوم الطقس. المناخ هو دراسه حاله الجو خلال فتره زمنيه طويله. تاني، المناخ هو دراسه حاله الجو خلال فترة زمنية طويلة من حيث درجات الحرارة، كمية الرياح، كمية سقوط الأمطار، كمية الضغط، كمية الضغط الجوي. يبقى تاني، المناخ هو دراسة حالة الجو خلال فترة زمنية طويلة من حيث درجات الحرارة، هبوب الرياح، كمية سقوط الأمطار، والضغط الجوي والرطوبة النسبية. طيب، بعد كده هنتكلم عن العوامل المؤثرة في مناخ الوطن الايه؟ العربي. درسنا في الدرس الأول وعرفنا إن الوطن العربي بيوجد في قارتين زي ما موجود على الخريطة. عندنا قارة أفريقيا وعندنا قارة ايه؟ آسيا، قارة أفريقيا وقارة آسيا. طبعًا المناخ بيختلف في كل الدول العربية، ليست كل الدول العربية مناخها واحد. طيب، دلوقتي هنعرف إيه هي العوامل اللي أثرت في هذا الايه؟ المناخ. أولاً الموقع بالنسبة لدوائر العرض، موقع الإيه؟ الوطن العربي بالنسبة لدوائر العرض. إحنا عارفين إن الوطن العربي بيمتد بين دائرتي عرض 2 درجة جنوباً و37 ونص درجة شمالاً. 2 درجة جنوباً و37 ونص درجة إيه؟ شمالاً. طيب، الموقع الفلكي ده إزاي أثر في المناخ؟ قال لك إن كلما اقتربنا من دائرة خط الاستواء ارتفعت درجات الحرارة. كلما اقتربنا من دائرة خط الاستواء ارتفعت درجة الايه؟ الحرارة. وكلما ابتعدنا عن خط الاستواء انخفضت درجات الحرارة. وطبعا على خريطة الوطن العربي هنا واضح الشغل ان منطقة خط الاستواء توجد في جنوب الوطن العربي. كل ما بنقرب من خط الاستواء كل ما الحرارة بتزيد، وكل ما بنبعد عن خط الاستواء الحرارة ايه؟ بتقل. وذلك لأن أشعة الشمس تكون عمودية. وذلك لأن أشعة الشمس تكون إيه؟ عمودية. عكس المناطق الأخرى البعيدة عنه أشعة الشمس بتكون مائلة. يبقى المكان ده يا جماعة أشعة الشمس فيه عمودية، وبالتالي الحرارة مالها مرتفعة. كل ما بنبعد عن خط الاستواء بتنخفض درجات الحرارة لأن أشعة الشمس بتكون مائلة. طيب، رقم 2، القرب والبعد عن المسطحات الإيه؟ المائية. لو إحنا بصينا بخريطة الوطن العربي هنلاقي ان الوطن العربي فيه مسطحات مائيه كثيره، اهمها واحد المحيط الاطلنطي بحد الوطن العربي من الغرب، اثنين المحيط الهندي من الجنوب، ثم من الشمال رقم ثلاثه البحر المتوسط، وهنا عندنا البحر الاحمر بيفصل قاره اسيا عن قاره افريقيا. المسطحات المائيه دي اثرت في المناخ؟ نعم يا مستر، اثرت في المناخ. ازاي؟ قال لك ان قسمت المدن والمناطق لمناطق ساحلية ومناطق داخلية. المناخ الساحلي هو مناخ المدن التي تقع على السواحل. تاني، المناطق الساحلية مناخها مناخ ساحلي وتقع بالقرب من الايه؟ السواحل. بينما المناطق البعيدة عن السواحل مناخها مناخ قاري. مناخها مناخ قاري. يبقى إذا القرب والبعد عن المسطحات المائية أثر، وذلك جعل المدن ايه؟ مدن داخلية ومدن قارية. رقم 3، التضاريس. عندنا عامل الارتفاع والاتجاه الكتل الجبلية. ودول أثروا بشكل كبير جدا فين؟ في المناخ. كلما ارتفعنا 150 متر على مستوى سطح البحر ارتفعت درجات انخفضت درجات الحرارة. تاني، كلما ارتفعنا 150 متر على مستوى سطح البحر انخفضت درجات الحرارة 1 درجة مئوية. ولذلك جبال لبنان هنا سلاسل جبال لبنان بتتكون عليها السنون في فصل الايه؟ الشتاء. بعد كده الكتل الجبليه.
الرياح عندما تهب على الجبال، الرياح عندما تهب على الجبال تسقط.